زارت المبعوثة الأممية إلى العراق جنين بلاسخارد دمشق والتقت المسؤولين فيها وتباحثوا مسألة اللاجئين العراقيين في مخيم الهول بريف الحسكة. متابعة التقرير ونعود. مخيم الهول الذي يطلق عليه البعض دويلة داعش، لا تتوقف المناشدات والمطالبات بحل ملف المخيم الواقع في الحسكة شمال شرق سوريا. ومع مواكبة التطورات المتعلقة بشكل خاص في هذا الملف، طلبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بحل مشكلة العراقيين في مخيم الهول، ولكن من دمشق. وخلال زيارتها لدمشق بحثت المسؤولة الأممية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سبل التعاون والتنسيق بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة والحكومة السورية. وأعربت بلاسخارت عن استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية فيما يخص وضع العائلات العراقية في سوريا، مشددة على ضرورة العمل لحل مشاكل العراقيين وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في المخيم بحسب وكالة سانا التابعة للحكومة السورية. زيارة بلاسخارت إلى دمشق أثارت تساؤلات المراقبين حول دلالات الزيارة وعن قدرة الحكومة السورية لحل مسائل العراقيين العالقين في المخيم الخارج عن سيطرتها والملف الذي لم تقدم دمشق أي نقطة أو مساهمة فيه. وتطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستمرار بحل دائم لمخيم الهول وخاصة مسألة الأطفال، لكن الاستجابة من قبل الأطراف والدول المعنية بهذا الملف ضعيفة ولا تتوافق أبداً مع حجم المخاطر الأمنية والإنسانية الملقاة على كاهلها. هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ناشد المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة المخيم المهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع، كما طالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بوضع آلية جادة وفورية لإعادة تأهيل النساء والأطفال داخل المخيم ممن تشربوا أفكار التنظيم سابقاً، لا سيما مع انتشار أذرع التنظيم داخل المخيم واستمرار تغذية عقول النسوة والأطفال بأفكار التنظيم الإرهابي. من عمان ينضم إلينا الدكتور عادل الأشرم بن عمار محلل سياسي. دكتور عادل أهلا بك، هل تسمعنا؟ دكتور عادل، يبدو أن الدكتور عادل ليس جاهزا بعد. إذا نتحدث اليوم عن مخيم الهول وهذه المعضلة التي وصفها الكثيرون بأنه تحول إلى قنبلة موقوتة لاحتوائه آلاف من عوائل تنظيم داعش الإرهابي، وأيضا هنا نتحدث اليوم عن زيارة الممثلة الأممية إلى العراق جنين بلاسخارت وزيارتها إلى دمشق لبحث موضوع اللاجئين العراقيين في مخيم الهول مع المسؤولين في دمشق ومنهم وزير الخارجية فيصل المقداد. لكن اللافت أن دمشق هي لم تقدم أي شيء بالنسبة لمخيم الهول أو قاطنيه لأنه خارج سيطرتها. إذن لماذا اتجهت بلاسخارت إلى دمشق؟ لماذا لم تتجه إلى الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا؟ وهناك كان أصلا هناك بعض التجارب السابقة بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية لترحيل لاجئين عراقيين من مخيم الهول إلى مخيم في ريف الموصل، وأيضا كان هناك تسليم قوات سوريا الديمقراطية لبعض المطلوبين والعناصر الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي عراقي الجنسية إلى القوات أو المؤسسة العسكرية في العراق. يعني هل تملك اليوم توجه بلاسخارت إلى دمشق أصلا؟ دمشق هل تملك أي قدرة دبلوماسية أو أي تحرك سياسي أو عسكري لتحريك ملف أو لبحث مسألة اللاجئين العراقيين في مخيم الهول؟ وطبعا هنا التنويه، اللاجئين العراقيين في مخيم الهول ليسوا بسبب الحرب الأخيرة أو محاربة تنظيم داعش فقط، بل هم متواجدون منذ الحرب الخليجية الثانية عام 1990، هناك لاجئين عراقيين، ولكن مخيم الهول يشهد خاصة في الأشهر الأخيرة
تزايد في عمليات القتل وخاصة في القسمين الخامس والرابع الذي يأوي عراقيين، ودوما أغلب الضحايا هم من الجنسية العراقية سواء النساء أو الرجال. إذا دكتور عادل أشرب أصبح جاهزا معنا، هل تسمعنا دكتور عادل؟ أسمعك. أهلا بك دكتور عادل، أهلا بك مرة أخرى. عادل أشرم بن عمار محلل سياسي من عمان. إذا اليوم زيارة المبعوثة الأممية جنين بلاسقارت إلى العراق لدمشق لبحث موضوع اللاجئين العراقيين في مخيم الهول بري في الحسكة، لماذا اتجهت لدمشق وخاصة أن دمشق لم تقدم أي شيء لمخيم الهول أو قاطنيه؟ تحياتي لكم. يعني حقيقة هذا سؤال مهم جدا، وسؤال فعلا مطروح، والسؤال فعلا ينم عن منطقية حقيقية في استفسارات تفهمية لماذا ذهبت بلاسقارت إلى دمشق، تحديدا إلى دمشق لماذا؟ رغم أننا كلنا نعلم والمتابعين الشأن السوري يعلم علم اليقين على أن دمشق ليس طرفا فاعل في قضية مخيم الهول. الطرف الفاعل في قضية مخيم الهول هي الجهات المتحكمة أو المتنفذة أو التي تدير مخيم الهول، وهي قوات سوريا أو ما يعرف باسم قسد. وهذه الجهات لديها تواصل وارتباط مع الحكومة العراقية بحكم وجود عوائل كثيرة تعود إلى الدولة العراقية، يعني من العائدة العراقية، وبالتالي أيضا الطرف العراقي هو طرف يجب أن يكون فاعلا في هذا المجال. أضف إلى ذلك ما يتعلق في الجهد الذي ينبغي أن تبذله الأمم المتحدة في هذا المنحل للتخفيف عن الكثير من المنزلقات التي شابت عملية مراقبة وشابت عملية إدارة ومعالجة مخيم الهول. لطالما قلنا وكتبنا وصرحنا حول هذه المسألة الإنسانية المهمة التي تؤخذ بجانبين، جانب يتعلق في البعد التأثيري للجهات التي كانت مرتبطة بالإرهاب، سواء عوائل بالصورة المباشرة أو غير بصورة غير مباشرة من خلال عمليات جمع فردي لاحتضانات أو رموا عليها على أنها حواضن شعبية لجهات معينة فأخذت بجريرة الإرهاب أو جريرة داعش. أضف إلى ذلك فإن الكثير من العوائل التي تقطعت بها السبل أيضا قد وضعت في هذا المخيم، وبالتالي جمع هذا المخيم ما هو بريئا وما هو عليه علامات استفهام كثيرة. ومعاناة الأهالي والعوائل أوصلناها إلى أعلى الجهات المسؤولة، خاصة العوائل التي لا ذنب لها، وقد عالجت. أنا لا أقول لك بأمانة الحكومة العراقية استجابت بعض مطالبنا، استجابت لبعض التوجيهات وعالجت معالجات جزئية، ولكن حتى المعالجات الجزئية أدخلتها بإطار سياسي وأوراق ضغط. الآن المتحدة لماذا تذهب إلى بشار الأسد أو النظام السوري؟ يعني هذه مفارقة عجيبة، أن تذهب إلى نظام ارتبط بحقوة دموية وكان أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الكوارث الإنسانية. فما الذي بيد بشار الأسد أن يعالجه؟ هل أن قوات سوريا الديمقراطية أو ما يعرف باسم قسد هي مرتبطة بهذا النظام وتعترف بهذا النظام وهي جزء من هذا النظام؟ نعم لها تحالفات ولها ارتباطات ولها توافقات، ولكن على أرض الاستقلالية السياسية الإدارية هي منفصلة، هكذا تبدو الساحة وهكذا يبدو المشهد. أما أنها تذهب بلاسقارت ارتبطت للأسف، يعني حتى في ذهن العراقيين نقولها وقلناها واعترضوا على الكثير مما قلناه وثبت بالدليل القطعي على أن بلاسقارت كانت تزور الميليشيات، كانت تزور الجهات. باعتقادك دكتور عادل اليوم تحرك بلاسقارت إلى دمشق هل يأتي بالتنسيق أو بعلم الحكومة العراقية؟ لأن هناك كما تعلم الحكومة العراقية تنسق مع الإدارة الذاتية بشأن وضع اللاجئين في مخيم الهول. نعم بلا أدنى شك، أنا أجزم أن هذا الأمر مفاده على أن الحكومة العراقية هي من يريد أن تذهب بلاسقارت إلى دمشق. لماذا؟ لأن هناك تنسيقا عالي المستوى ما بين الحكومة العراقية وما بين الجهات الميليشياوية التي تعمل خارج نطاق الحكومة العراقية وهي الجهات المتنفذة وهي الدولة العميقة، ميليشيات الدولة العميقة وتوجيهات إيران في هذا المنحى كلها تصب في تحريك هذه البوصلة باتجاه إعطاء نوعا من الشرعية أو نوعا من التأثير أو نوعا من الحلحلة التي يريد أن يربطوها ببشار الأسد، بينما على أرض الواقع على الأرض العملية لا علاقة له إطلاقا في هذا الموضوع، إنما هو كان سببا في وصول هذه الكارثة الإنسانية
في سوريا وجزءا لا يتجزأ من المعاناة الجماعية التي تتجاوز مخيم الهول. مخيم الهول بلا أدنى شك بات الآن يؤثر تأثيرا كبيرا، وهذه الدول التي تدفع بلاسخارت للذهاب إلى دمشق تريد أن تجد حلا لكي لا تضمن أيضا عمليات تمرد تأثيري يدخل في نطاق تشددي قد ينعكس عليها بصورة سلبية. لا يهمها المواطن البريء أو العائلة البريئة التي وضعت في هذا الجحيم الذي لا يطاق، بقدر ما يهمها أن تؤمن مستقبلها ضمن منزلقات وتحالفات تتجاوز البعد السوري والعراقي إلى تأثيرات إيرانية باتت مكشوفة على الساحة. نعم دكتور عادل، تحدثت عن بعض الاستجابة من قبل الحكومة العراقية لهذه المأساة العراقيين في مخيم الهول، لكن يعني كما تعلم هناك أيضا حدثت بعض التجارب أن سلمت أو خرجت دفعات من الأرتال العراقيين إلى العراق في مخيم بجانب الموصل، هل هذا كاف؟ يعني كيف تقيم أداء الحكومة في هذا الملف، ملف اللاجئين العراقيين في مخيم الهول؟ لا أبدا أبدا، هي لم تعالج هذه المسألة. هذه المسألة يجب أن تكون ذات علاج واضح ومكشوف ضمن آلية متبعة قانونية اجتماعية إنسانية حتى مالية، يجب أن تكون في هذا المنحى. ولكن الحكومة العراقية كانت تعالج علاجات جزئية وتعالج هذه الظاهرة ضمن عمليات الرد على الضغط الذي تتعرض له سواء من الداخل من مجالات حقوقية، جمعيات حقوقية، اتجاهات المجتمع المدني، أو حتى من الخارج نطاقا تفعيلي يجري من خلال هذا المساق. لذلك هي تحاول أن ترمي الكرة على أنها تفعل ما باستطاعتها، بينما على أرض الواقع ليس هناك نية حقيقية لدى الحكومة العراقية لمعالجة هذا الملف. طيب من يعرقل دكتور عادل، من يعرقل أو يعارض عودة اللاجئين العراقيين إلى العراق من سوريا؟ طبعا من يعرقل، أنا أقول لك بأمانة، هي حلقة التجاذبات داخل البنية السياسية العراقية. كلنا يعلم أن هناك حكومة عراقية وأن هناك دولة عميقة أقوى من الحكومة العراقية في الظل. هذه الدولة العميقة التي تتمثل بالميليشيات المسلحة التي هي موجودة في سوريا وفي العراق وضمن نطاق يتجاوز الحدود وتعمل ضمن هذه النطاقات الجغرافية ولها حلقات توافق مع النظام ومع حتى الجهات المسيطرة على مخيم الهول ومع حتى الجهات الدولية ومع حتى بلاسخارت نفسها التي في كثيرا من المجالات قد ذهبت إلى رموز هذه الميليشيات وجلست معهم وصورت معهم وأعطت نفسا مؤيد لهم ونفسا يغطي على بعض الحالات السلبية داخل حتى المجتمع العراقي. لذلك هذه الجهات جهات فاعلة ونافذة، وهي قلت لك بأمانة تستخدم هذه الجزئيات فقط لتحقيق رغبات أو فقط لاستخدامها كأوراق ضغط في ممارسات تفاعلية سياسية داخل البنية العراقية. أما أن لديها نية حقيقية في معالجتها أبدا، والأمر يتعلق حتى في النماذج الأخرى للمخيمات الموجودة على غرار ما حصل في مخيم الهول وبعض عوائل مخيم الهول بعد خروجهم من الهول وذهابهم من سوريا إلى العراق أدخلوا في مخيمات ثانية وبدأت عليهم أيضا عمليات مضايقة كالذي يحصل تماما في مخيم الهول. أي بمعنى ليس هناك علاج حقيقي للمشكلة من أساسها وإعادة تأهيل هذه العوائل خاصة الأبرياء. نحن نتكلم عن الأبرياء الذين نعلمهم علم اليقين لا علاقة لهم فيما حصل من تداعيات ومن تأثيرات ومن إرهاب ومن تشدد ومن كل الأشياء التي يحاول أن يلصقوها بعوائل بعينها. هذا الذي دكتور عادل يعني استثمار الوقت المتبقي اسمح لي هنا، زيارة بلاسخارت إلى دمشق، نعود إلى موضوع بلاسخارت، هل خرج من مسعاه الإنساني إلى هدف سياسي؟ نعم نعم، هو هي هذه الزيارة تفسر لنا كمختصين ومراقبين بلا أدنى شك، نجد أن هذا البعد يتمثل ببعد سياسي أكثر ما هو بعد إنساني، لأن نظام الأسد ليس في يديه أي حلول باتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية أو أن لديه ارتباطا نقول ممكن أن يجد حل من خلال هذا الارتباط داخل مخيم الهول أو أساس المشكلة، إنما الأمر يتعلق ببعد سياسي بات واضحا، محاولات دولية وأقليمية واتجاهات أممية في محاولة إعادة تأهيل نظام الأسد رغم كل الكوارث وبحر الدماء الذي سفك في سوريا بالذات من خلال هذا النظام. يعني هذا الأمر لا يخفى على أحد، على أن هناك جهات دولية للأسف تتجاوز البعد حتى الإقليمي. نعم الإقليمي معروف من هي الجهات الدولية التي دعمت هذا النظام في حملة إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لشعب أعزل
وجدت كل الأطراف الدولية تتحارب وتتصارع في تصفية الحسابات وتحقق المكاسب على حساب وحساب أرضه. الآن تأتي لتؤهل يعني شخصية مرتبطة بإجرام غير مسبوق، يجب أن تدان المتحدة عندما تذهب إليه، تذهب إلى من؟ تذهب إلى شخص أو رأس نظام يجب أن يخضع لمحاكمات دولية على أعلى المستويات، يجب أن تكون هناك محاكمات لو كان هناك عدلا إنسانيا وتفتيرا إنسانيا حقيقيا لتحقيق أدنى شروط العدالة، لكان من المفترض أن تضغط المتحدة والأسخارة في سبيل خضوع هذا النظام إلى محاكمة غير مسبوقة لا في الحرب العالمية الثانية ولا في أي مفاصل. نعم، حدثت في رواندا، في بعض جهات أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، محاكمات على جرائم أقل 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 بكثير مما حصل في سوريا. نعم، هي أشكرك جزيل الشكر من عمان الدكتور عادل الأشرم بن عامر بن عمار، عفوا، محلل سياسي، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل أخير ثم نعود.